في آخر حكاية كنت تكلمت على سامية الشابة المتحجبة اللي هاجرت الغربة باش أنها تبني حياتها، فإذا بها كتقول بلي أنه بحجابي حتى حد ما قدر يعطيني قيمة، وقلت ضروري باش أنني نحكي قصة نتاع هذا الصحابي الجليل بلال لسامية ولمن يشبه سامية في أفكارها. وعلاش في نظركم اختاريت بلال وماشي شي صحابي واحد آخر؟ وشنو علاقته بالحكاية السابقة؟ بلال ابن رباح في المقاييس الدنيوية، أو بمعنى بسيط عند أهل قريش ما كانش عنده قيمة وكانوا كيحتقروه لأنه كان عبد فقط، ولكن في المعايير الربانية القيمة ديالو ما كانتش كتجلى في اللبس ديالو ولا في النسب ديالو ولا حتى في جيبه، ولكن في قيمته عند مولانا اللي كانت كبيرة. وأكيد كنا كنعرفوا هذه الشخصية لأنه مشهورة وعظيمة، ولكن واش تنعرفوا كيفاش أسلم؟ فما تمشيو فين وبقوا معايا باش تستمتعوا بهذه النفحات. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، أموركم هانية، سعيدة بلقياكم من جديد. وكم أتمنى أنه كيفما كانت تحمسوا وتنكونوا من الأوائل اللي تنشوفوا هذه حكايتي، نتحمسوا أكثر وتكون المشاهدة طالعة في هذه المواضيع الربانية، ليس من أجل الأرقام أو لا أشياء أخرى، ولكن خصوصا أنه التأمل في سير الصالحين وأخبار السابقين فهي أجر. تخيلوا بمجرد ذكرهم تطيب المجالس وتحلو الأحاديث. هذه الشخصية وباقي الشخصيات الآخرين مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هم النور اللي ضوى بهم مولانا الدنيا كلها. هذه الشخصيات يا سادة يا كرام اللي هم القدوة ديالنا في حياتنا. فخلينا ما نتطلش عليكم أكثر ونفكركم إذا ما كنتوش مفعلين جرس القناة ما تنسوش أنكم تفعلوا باش تكونوا من الأوائل لكي توصلوا بالفيديوهات كيف كتحط. ودابا نقول لكم لنبدأ. بلال بن رباح الحبشي الصحابي الجليل والشخصية المحبوبة اللي تعرفوها حتى غير المسلمين. بلال هو أول مؤذن الإسلام ومؤذن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بلال تولد في الحبشة وهو من الأهل ديالها، الأم ديالو اسمها حمامة وحتى هي أمة وحتى باه كان عبد. هذا الصحابي يكنى بعبد الله. تولد سيدنا بلال قبل عام الفيل، كاين اللي تيقول بثلاث سنين قبل وكاين اللي تيقول بعامين وشي شهور قبل. كان عبد لبني جمح واللي هي واحد القبيلة من قريش. بلال كان أسمر اللون شديد السمرة رقيق وطول بزاف وكان جميل الصوت. فمن بعد ما أسلم تميز بالصبر ديالو على الأدى والدفاع ديالو على سيدنا رسول الله. تخيلوا سيدنا بلال من التواضع ديالو ما كانش يعجبو باش أنه الناس يمدحوه، وإذا مدحو شي حد كان تيقول لهم أسكت إنما أنا حبشي كنت بالأمس عبدا. تيقول كنت كنذكر راسي بهذا الكلام. بلال بينه وبين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 سنين، ولكن هو غادي يسلم وهو عنده 30 سنة. لما بعث سيدنا محمد كانت عنده 40 سنة، وهو الثالث اللي جهر بالإسلام ديالو، وهذا معناه بلي أنه طبيعي غادي يتعرض للتعذيب والاضطهاد، وخصوصا أنه كان عبد لا قبيلة ولا أهل ليوقفوا معاه ولا في جنبه. ومع هادشي كله غادي يعلن وبجهر الإسلام ديالو حبا في الإسلام. أجي نعود لكم القصة ديال الإسلام ديالو. بلال كان تسمع من الأسياد ديالو على الإسلام وعلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بلال كان أول واحد عنده عبد ليه هو عبد الله بن جدعان واللي هو من كبار قريش اللي عنده 100 عبد. نهار سمع بلي أنه العبيد كيدخلوا الإسلام مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نتخرجهم من مكة كاملهم، بمعنى طردهم وما غادي يخلي ليه إلا واحد اللي هو بلال على أساس أنه راتي عرف يرعى الغنم وغادي يتولى هذه المهمة. عبد الله بن جدعان غادي يكلف بلال باش أنه يبدأ يخرج يرعى ليه الغنم. في هذا الوقت الحبيب كان تيجلس مع أبو بكر الصديق في الغار كيتخبى فيه. بلال ما كان كيرعى كان تيدوز على هذا الغار، واحد النهار غادي يطلع ليه سيدنا رسول الله وقال ليه يا غلام اجي، علما انه بلال فايت ليه كيف قلت لكم سمع باللي انه الناس كيتكلموا على الاسلام وعلى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. سولوا الحبيب هل من لبن، زعما واش عندك شي حليب؟ قال لي بلال ما عندي الا شاة واحده فانها هي مؤونتي هي الناش تنشرب. قال لي الحبيب اعطني منها الحليب. غادي يجيبها ليه بلال وقربها من واحد القدح وبدا كيحلب منها سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بالبركه ديالو، فشرب منها حتى ارتوى سيدنا الحبيب. ومن بعد غادي يرجع داك القدح وحلب منها وشرب ابو بكر الصديق حتى هو حتى شبع، وعاود مره اخرى الحبيب غادي يحط القدح صلى الله عليه وسلم وحلبها وشرب منها بلال حتى شبع. تيقول بلال فلما حلبت الشاة عاد ضرعها كما كان، زعما رجعات كيف ما كانت كانها ما خرجش منها الحليب. سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام غادي يقول بلال يا غلام هل لا تريد الاسلام فاني رسول الله؟
قال ليه بلال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. تيقول: جلست ثلاثة ديال ليالي وأنا كنمشي لهاد الغار حتى غادي يكتشفوا الأمر ديالي قريش. غيقول أبو جهل لابن جدعان: منين جا الغلام ديالكم الأسود هذا؟ قال ليه: جاير على الغنم. قال ليه أبو جهل: الغنم ديالكم هذه 3 أيام وهي كتسمان والحليب ديالها غادي وتيكثر. واللاتي والعزة: إن غلامك الأسود كيعرف الموقع نتاع ابن كبشة، زعما موقع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حيتاش هاد البركة مستحيل تكون جاية من العبث ويرى البركة ديال سيدنا محمد. قال ليه ابن جدعان: اش خلى عندي؟ أنا طرد 100 من العبيد، علاش ما جريتوش عليه؟ قال ليه أمية بن خلف: خلينا عليك حتى يرعى الغنم ديالك، حيتاش ما كاينش اللي يتكلف بهذه المهمه. قال لهم: منعوه وما تخليوش يمشي يرعى الغنم، ما بغيتوش يقابل النبي. بين قوسين 7 اللي جهروا بالاسلام ديالهم: كان الحبيب اولهم، وثانيهم كان ابو بكر الصديق، والثالث بلال، والرابع عمار، والام ديالو سميه، وصهيب، والمقداد. هاد 7 هما الاولين اللي جهروا بالاسلام ديالهم. بلال جهر بالاسلام ديالو حبا في الاسلام وفي سبيل مولانا. تيقولوا باللي بلال كان تيقلب على شي فرصه يدخل الكعبه باش يبزق اعزكم الله في وجه الاصنام. واحد النهار كان حداها وتلفت وما بان ليه حتى شي حد وهو يدخل، ولكن كفار مكه كانوا من مورا الحجر ومنهم كان ابو جهل. دخل بلال وبزق على الاصنام وقال: خسئ وخاب من يعبدكن. ومشى تخبى في دار ابن جدعان داك السيد ديالو. شافوا ابو جهل وهو يخرج اشاعه على ابن جدعان بلي انه اسلم، حيتاش زعما بما انه العبد ديالو دخل الدار فهذا يعني بلي انه مولاته هو اسلم وخبى علينا. تجمعوا الكفار نتاع قريش ومشاو تيدقوا على الباب نتاع ابن جدعان، بغاو يهرسوه وقالوا ليه: صبأت عن دين ابائك واجدادك، زعما دخلتي الاسلام؟ قال: واللاتي والعزة ما دخلت في الاسلام. قالوا ليه: راه شفنا عندك داك الاسود كيبصق في وجه الاصنام ديالنا. عيطوا على بلال وسولوه: علاش درتي هذا الشيء؟ قال لهم: خسئ وخاب من عبدهن، واني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وهو يعلن الاسلام ديالو. قال ابو جهل لعبد الله بن جدعان: خاصك تاخذ حق الاصنام ديالنا من عبدك الاسود هذا. قال لهم: خذوا لكم. فهاد الوقيته غادي ياخذوا اميه بن خلف ولا هو السيد ديالو، ويقول: واللاتي والعزة يا اما يكفر بدين محمد او لا يموت ما بين يدينا. تخيلوا فهاد الوقيته كانوا كيجردوه من الحوايج ديالو ويلبسوه داك اللباس ديال الحديد اللي فيهم داك الدرع في شده الحر ووسط مكه، وكيخليوا الاطفال باش انهم يجروه في سكك المدينه ويجيبوا الحجر اللي ما كيهزو الا 10 ديال الرجال، وكانوا كيحطوا عليه على السر ديالو وعلى كرشو ورجليه ويضربوا قدام كل شيء ويهينوا ويقولوا ليه: اكفر بآلهة محمد. تيقول: احد 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 احد. قلب بلال كان عامر بالايمان. تيقولوا: حتى كنا كنشوفوا العرق كيتصبب منه، والله خفنا عليه ان ينصهر، زعما يدوب من داك شده العذاب اللي كان تيدوز منا. تيقولوا بعض المؤرخين في كتب التاريخ والسيره: ما كان عرفوش حتى شي حد في بدايه الاسلام عذب كما عذب بلال. بلال صبر وكان كله ايمان، كان بامكانه انه يقول كلام يخالف الحق كما طلب منه باش يتعتق، ولكن ما عمره ما دارها. تخيلوا نزيدكم، بلال جلسوا تيعذبوا فيه في الصحراء لمده شهور والصحابه ما قدروا يديروا حتى شي حاجه. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال كلمه واحده، جلس بالجانب ديالو ابو بكر وقال ليه: لو ان عندنا شيء، زعما لو كان عندنا شي فلوس، لبتعنا هذا العبد لوجه الله، زعما نشريوه ونفكوه من هذا العذاب وما نبقاوش نشوفوه كيتعذب كل نهار. ابو بكر جمع الوقفه، نض وفهم الرساله، في نفس الوقت خاف انه يتصرف بدون اذن الحبيب عليه الصلاه والسلام. تيقول ابو بكر: مشيت مباشره عند اميه بن خلف وهو كان تيضرب في بلال وكيعذبه، وانا نقول ليه: اتق الله في هذا العبد فقد اذيته. قال ليه: انت اللي دخلتي، اذا اخرجه اتشتريه. قال ليه: نعم. وديك الساعه العبيد ما كانوش كيسوا والو، خصوصا باللي انه بلال مع العذاب والضرب ولا مهلوك، فالقيمه ديالو غادي تولي قليله بزاف. قال ليه ابو بكر: اتشتريه ب9 أوقيات، والاوقيه في ذاك الزمان هي الوزن تاع الفضه. قال ليه: اه غادي نشريه. شرى ابو بكر. وقال لي اميه وهو كيضحك وكيستهزئ: يا ابو بكر، لو كان قلتي لي اقل من اوقيه لبعتك اياه، زعما راه ما ساوي والو في جميع الحالات. قال ليه ابو بكر الصديق: سمعوا، والذي نفسي بيده لو طلبت فيه 100 أوقيه لشريته منك. واش يسحب لك بلي انا وبلال عندنا رخيص؟ بلال من نهار دخل من تحت دائره لا اله الا الله ارتفع وعلى وسمى وشمخ، لانه في الاسلام اي واحد دخل الاسلام كتطلع قيمته وكيعتز. وهنا نزل قول الله تعالى: فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى
زعما على أمية الذي كذب وتولى، ولا أبو بكر الصديق قال مولانا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اختصار مفيد. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما وقف على المنبر وكان تيخطب الخطبة ديالو الأخيرة قبل الموت ديالو صلى الله عليه وسلم، فين كان تيودع الصحابة قال لهم إذا جاء نصر الله والفتح، والوحيد اللي فهم التفسير ديالها هو أبو بكر. الصحابة فهموا لأنه غادي ينتصر الدين وينفتح على محمد، أما أبو بكر قام وبدأ كيبكي، عرف بلي أنه إذا جاء نصر الله اكتمل الشيء، وإذا اكتمل صافي سيدنا محمد غادي يموت. أبو بكر فهم بلي أنه تعزية في الحبيب، وناض في المسجد تيقول فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بأولادنا وبأموالنا إلى ما آخره. الناس تيقولوا شكون كيتجرأ باش أنه يقطع النبي؟ اجلس يا أبو بكر لا تقاطع رسول الله. أغضب الحبيب عليه الصلاة والسلام وقال لهم سكتوا دعوا لي صاحبي، والله ما منكم من أحد له يد علينا زعما فضل علينا إلا كافأناه في الدنيا إلا أبا بكر. خليت الجزاء ديالو على مولانا، هذا الرجل الوحيد اللي ما قدرتش نرجع الجزاء ديالو تحد ما بغيتو تكلم فيه. كل الأبواب تسد وتغلق إلى المسجد إلا أبو بكر، بمعنى كاع الأبواب ديال المسجد سدوها إلا باب أبو بكر تكريما له، هذا الرجل الوحيد الذي آمن بي وصدقني وأول من أسلم بي. وهكذا أسلم بلال، فرضي الله عن بلال وعن أبو بكر وعن عمر وعن الصحابة أجمعين، والله يلحقنا بهم في السابقين وجمعنا وإياكم بهم في جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا مولانا يا كريم. هادو هما الصحابة اللي تعذبوا وتقتلوا في سبيل الإسلام باش ينصروه ويوصلنا حنا بكل هاد الأريحية، أما يستحقوا محبتنا لهم وأننا نعترفوا بالفضل ديالهم والقيمة ديالهم. وأخيرا إذا وصلت حتى لهاد الدقيقة غادي نقول لك سؤال حلقتنا الليلة اللي هو ماذا كان اسم الدابة اللي طلع من فوق منها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء؟ كنظن بلي أنكم كانوا عارفينها. كنتسنى الإجابة ديالكم لتحت في التعليق اللي غادي نقراها بكل فرح، واللي ما عرفش ماشي مشكلة اللي قال ما عرفش، لأنه من الخطأ نتعلم ومن لا معرفة كنتعلمه. فما تنساش أنك تضغط على زر الإعجاب إذا عجبتك حلقة الليلة، ونقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.